النهاردة هنتكلم عن تعليق ريهام حجاج على عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز ورومانسيتها مع جوزها أحمد العوضي وقبلة جوزها ليها في عيد الميلاد، وهنشوف رد ياسمين عبد العزيز على ريهام حجاج بعد سخريتها من عيد ميلادها. بس قبل أي حاجة من فضلك اعمل لايك للفيديو واشترك في القناة وفعل زرار الجرس علشان كل الجديد يجيلك لحد عندك. هنكمل الفيديو لكن بعد الفاصل. يوم بعد يوم بتزيد الأزمة والخلاف بين ياسمين عبد العزيز وريهام حجاج. الأزمة زادت بشكل كبير في الفترة اللي فاتت بعد ما اتدخل أطراف من عائلة الطرفين زي وائل أخو ياسمين وبنات محمد حلاوة طليق ياسمين. بداية الخلاف والأزمة كانت مع ظهور ريهام حجاج ضيفة في برنامج الإعلامية بوسي شلبي على قناة النهار. ريهام قالت في اللقاء إنها تعرضت لانتقادات بسبب جوازها من واحد كان متجوز، وكانت تقصد طبعا رجل الأعمال محمد حلاوة اللي كان متجوز ياسمين عبد العزيز، وإنها اتجوزته بعد سنة واحدة من طلاقه من اللي كان متجوزها قبلها، واللي قبلها دي كانت متجوزة في السر وما أعلنتش إنها متجوزة غير لما أنا أعلنت إن اتجوزت اللي كانت متجوزاه قبلي. ومن خلال اللقاء ده ظهر للجمهور حجم الخلاف بين ياسمين وريهام، لدرجة إنها حتى ما كانتش راضية تقول اسمها، ده غير إنها لقحت عليها بالكلام وإنها كانت متجوزة في السر وما أعلنتش جوازها غير لما ريهام أعلنت جوازها من طلقها محمد حلاوة. وشفنا بعد اللقاء ده أول رد فعل من ياسمين لما نشرت صورة جماعتها بجوزها أحمد العوضي وعلقت وقالت على الله حكايتكم يا جوز حربي، وطبعا كانت تقصد ريهام حجاج وبوسي شلبي. وبعدها نشرت صورة ليها على حسابها في إنستجرام وعلقت تخيل أنا حرقة دمك من غير ما أعمل حاجة، ما بالك بقى لو عملت، الصمت مش ضعف، الصمت قوة. ومع الوقت بدأ الخلاف يزيد بينهم، خصوصا بعد ما اتدخل وائل أخو ياسمين ولمياء أخت محمد حلاوة في الحوار، وبدأوا ينفخوا في النار اللي بين ياسمين وريهام. لحد ما من يومين شفنا كلنا عيد ميلاد ياسمين عبد العزيز الـ42، وشفنا رومانسيتها مع جوزها أحمد العوضي وعيد الميلاد الكبير اللي عمله لها العوضي، وشفنا الأغنية الرومانسية الجديدة اللي أهداها أحمد العوضي لياسمين دليل على حبه الكبير ليها. وشفنا كمان فرحة ياسمين اللي كانت باينة قوي في عينيها أثناء العيد ميلاد، وشفنا قبلة جوزها ليها في عيد ميلادها. بس الأغنية اللي عجبت كل الناس وعيد الميلاد الكبير ده اللي نال إعجاب كل الجمهور ما عجبش زوجة طليقها ريهام حجاج اللي علقت على عيد الميلاد وعلى قبلة العوض لياسمين وقالت لا إله إلا الله، إحنا في زمن الفتن، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. تعليق ريهام حجاج قلب عليها كل الجمهور وكل رواد السوشيال ميديا، خصوصا إنها من أيام قليلة جدا نشرت احتفالها مع جوزها بالكريسماس، فليه بقى بتعلق على احتفال ياسمين بعيد ميلادها ووصف قبلة جوزها ليها بالفتنة وإن إحنا في زمن الفتن، وبعدين انت مالك بيها أصلا؟ ومن ناحية تانية علقت ياسمين عبد العزيز على عيد ميلادها وقالت إن حبها لأحمد العوضي عمره ما هيقل ولا هيزيد بسبب أغنية. بس المفاجأة كانت جميلة قوي وما كانتش متوقعة، لأنها كانت متخيلة هدية ورقصة على أغاني عيد الميلاد مش أكتر، ما جاش في بالها خالص إن هيكون في أغنية جديدة أول مرة تتقال ليها ومعمولة ليها مخصوص، وعزومة كبيرة لكل أصدقائها ومحبينها. وردت ياسمين على كلام ريهام وقالت إنها مش عايزة ترد على أي مهاترات أو تدخل في أي مشاكل مع أي حد، خصوصا بعد فترة المرض الصعبة اللي مرت بيها وبعد ما شافت الموت بعينيها، بس في النهاية الحمد لله خفت وقامت بالسلامة. وبكده يكون فيديو النهاردة خلص، لكن أسرارنا لسه ما خلصتش، استنونا في أسرار جديدة على قناتكم قناة أسرار النجوم.